رئيس الوزراء حكومة فدرالكا الصومالية حمزة عبد بره هيا حلكا أكل وريجي وزيرك عصوبة وزارة أمنية محمد أحمد الشيخ علي دودشة إيه وزيرك هراء وزارة عبد الله محمد نور رئيس الوزراء هيا كو أمانة وزيرك هراء أمنية سيدا هولكركا هيدا وسوه جامية حفيزكا استغوا كل دردار مي وزيرك عصوبة إن لغف ديو شقع علوس ما داما أمنية ويا هاي متكملة تيركا مهمك أه حكومة دا أمني وماها وقري كليه لكن واحد مهم كوحيته عقلي الصومالي ها يجرشة القفك الصوماليات أيه وحبه هي هاي إن لا شيء هو سيدو كلا رئيس الوزراء حكومة الفدرال كالصومالية حمزة عبد بره أيه حلك أكل وريجي وزير كعصب أيه وزارة دينتي وقافته الشيخ مختار روبو علي أبو منصور أيه وزير كهراء أيه وزارة الشيخ عمر علي روبلي مختار روبو علي أبو منصور وآه وزيرك عصوب إيه وزارة دا دينتي وقافته إيه وزيرك هوري أيا إيقو وحا أي كهلين مناسبة دي أي حلقة كوكلا وريقين وحيئة هذي هنتي حلي نياد الوشغة يسنجرينين هدانا مر هدانا ماشاً نمدي هدف يتارجت بان لهين داد كوزارة دا حلقة دا لوريقنا داد علماء وإيا آنقو علماء لجرايان هين ماركي اوهر يسا استراتيجي دا أنسميني وحانو يرني دولة غوبالية وزارة هودا وهادا إلهي فدلجس أو نجالا جوجو وزير كوكا وزارة ولالكي شيخ صالح وزير دو كاميدها أيان ويرني مرتقادني وكودا تشنا أيكا إيجاسميال كودي فكر كودي كوبيريان تالادو دي كوبيريان وحي لحم بيكاريبان وحي لو أناكس بيكودران إنتا دابادات مكان سلاغادني إنتا كومسيرينين وزير ولبو حدانا فدغان كو كيني ناسي بلشدو فكر كيد انو هنا كاغ وان هلناي كسمايان كبلاوناي وحان كو خجيناي كوفر غلبيد وحان كو خجيناي جوهر وحان كو خجيناي غراوي وحان كو خجيناي غلمودوق يعني بوتلان يا غلمودوق ايان كو سوقاتين غوبلكا بنادران كو سوقاتيناي او مودا اي كاسوت استراتيجيداس وحا كاسو باخاي مقررات يا مناهج وحكو اول واه امده سومالييد لوغنا سمتا بخي كرو سان اامسنahay نعم لدرجة هذا جرى لغة سما تبيها كله وعكمل ده مناهج تماشى كسوة بحذي منهج وتوعية دينية اللي يراه ده هو عي جلنتا أم بدأ عن علنتا دين قال اللي يراه ده هي ومحابستا أنا قو تلاقلني وحبسية أنا قو تلاقلني ومال والبن الجارسية أن ربنا أيان كسوة صارني وكفر حسن هاي إن عن ماشى نسقون ميت وأن حلك أن لجوه رجيو يدو وجوغو معالي رئيس الوزراء وحان لايها إن شاء الله تعالى أمد الصومالية ميل والبي جوغان معلمها يرو أن جوغي دونو وزارة دان انت إليهن الله قران أيو إنان كود دالي دونو إنان قدنو وحان لو دي بينا لغو آمن يسي أمان إن شاء الله تعالى وحان كروم كود دالي دونا وسطيضة وكذلك جعلناكم أمة وسطا وحان كود ذالي دونا علمد الصوماليات دي أطراف توضا إنا نسكوها إنو أن لتشنو أن رأي قوذي أن دقيسنو أيان كود ذالي دونا إن شاء الله تعالى سي مدنما إن لو وجهو خلط كستو ديني أهو جيرو وحان كود ذالي إن شاء الله تعالى ووزارة دان ما داما أيتهي وزارة دي أوقف تهرمه الدين تا وحا إياد لغو مقعابو إنا نغطو بإذن الله تعالى ووحي تبر بني آدم هو قبان كارو آن قبانو رئيس الوزارة هيا كوبو قادي وزير كي هوري وقت تيجي او كوب حيي وخدمين تها دل كيسا إيا دين تيسا إيا سيدا او ديار كا اوغي هاي إن او شقادن كو قرب استاغو وزير كا حل كا كلاوريغي إساقو تلمامي مهيمة دا أي وزارة داني أولاد هاي توسين تا دولد نمدا إيا إلالين تا دين تا إيا دقن كا صوبان إيدات كا صوماليا دا وزارة دا awqaafta iyo arrimaha diinta sida hadda la sheegay de wasaaradda magac ahmiyada ay leedahay waxay ka muuqataa magac ay wadato
magacii diinta islaamka ay wadataa inaguna muslimiin baan nahay wasaaraddan waa wasaaradda u xil saaran inay u ilaaliso dadka fahamkooda islaamiga saxiixa inay u ilaaliso caqiidadooda islaamiga saxiixa inay u ilaaliso wasaaradda u xil saaran waaye ahmiyadda ay wasaaraddan leedahay wasiirka cusub iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasaaradda shaqaalaheeduba inay ogaadaan mas-uuliyadday xambaarsan yihiin intay leegtahay waxaan rajaynaynaa inay wasaaraddani brogram ka keento tasxiixaas fahamka ah in kor loo qaado oo bulshada la gaadhsiiyo oo ay culimmadu ay noqoto gacanta midigta ah ay dowladdu amniga kaga shaqaynayso amni baan ka shaqaynaynaa amnigaan ka shaqaynayna ma aha un kii xabadda ma aha waxaan rabnaa in ay culimmadu soomaaliyeed inay kaalintooda ka qaataan inay wixii qalada dhahaan waa qalad wixii saxana dhahaan waa sax ayagoo ku salaynaya shareecada islaamka oy dadka hor socdaan ayaan rabnaa nimanka dhibaatada ku haya dadka diiday wax walba waxaan rabnaa culimmadu mowqifkooda saxda ah inay dadka u caddeeyaan dadka soomaaliyeed oo ay dhahaan waxaa weeye war ha layska celiyo oo nimankaas ha la diido oo dadka soomaaliyeed la yidhaahdo sidan baad ku jiraysaan haddaydaan amniga gacantiina ku samaysan oo amniga ahmiyadda uu u leeyahay islaamka dadka la fahamsiiyo zakariya axmed muuse t v ga shabelle muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed